لو قلتلك إن في عسل نص معلقة صغيرة منه بتساوي كمية من المخدرات وحبوب الهلوسة المركزة جدا جدا، يعني مش مجرد كمية من المخدرات وحبوب هلوسة عادية، لأ دي مركزة جدا. ومش بس كده، ده انت لو خدت منه معلقتين هتموت في دقايق بطريقة بشعة جدا، لأنك هتحس بحاجات وأشياء غريبة كأنك بالظبط بره كوكب الأرض. أكيد دلوقتي أنت فاكرني بخرف وبقولك أي كلام، بس دي الحقيقة. وعشان أقولك كل حاجة عن العسل ده، يبقى فنجان القهوة المتين بتاعنا ونقولك منورنا على القهوة، الانتر البسيط بتاعنا، ونكمل حكايتنا عن عسل الهلوسة الأخطر في العالم. العسل ده من خطورته ان الالم اللي هتحس بيه لو خدت معلقتين بس منه مش هتقدر تعرف اذا كان الالم ده حقيقي ولا هلوسة. جسمك بيتدمر من جوه حرفيا، وانت مش عارف هو الالم ده حقيقي ولا لا. وده كله لانك مش موجود في الدنيا بعقلك، موجود بجسمك بس. عشان كده مش هتلحق تروح لحد يساعدك، لانك في الوقت ده اللي هتحس بيه ان انت فقدت الاحساس بجسمك مش هتكون معانا في الدنيا، هتكون في قبرك. العسل ده بينتجه نوع نادر وخطير جدا من النحل، وفصيلة النحل دي من اشرس انواع النحل. عشان كده العمال اللي بيجمعوا العسل مش بيتقال عليهم عمال جمع عسل، لا دول اسمهم المحاربين او المقاتلين. ودي مش مبالغة ابدا مني، ده عشان عمرك ما هتقدر تتخيل العمال دول بيعملوا ايه علشان يجمعوا العسل ده. كفاية ان اقولك ان خلية النحل بتكون موجودة اعلى جبال الهيمالايا على ارتفاع الاف الامتار. ومش بس كده، دول العمال او المقاتلين والمحاربين دول علشان يروحوا للخلايا دي بيتسلقوا الجبال بادوات بدائية ومن غير اي وسيلة امان عشان يجمعوا العسل ده، بقى اسمهم محاربين نحل الهيمالايا. في قرية بوجاناك في دولة نيبال بيحتفلوا كل سنة بتقليد غريب وخطير جدا جدا. التقليد ده اسمه تحدي الموت الاكبر، وتحدي الموت الاكبر بيتنظم مرتين في السنة، والعادة دي عمرها اكتر من 1000 سنة. وشباب ورجال قرية بوجاناك بدولة نيبال بيخاطروا بحياتهم عشان يجمعوا العسل ده. وتخيلوا بقى ان هم بيعملوا كده ليه؟ بس علشان يثبتوا شجاعتهم، لان في معتقداتهم اللي بقالها الاف السنين الطريقة الوحيدة اللي يثبتوا بيها شجاعتهم هو ده. وحتى لو اختار النحلة اعلى قمة جبل في العالم جبال الهيمالايا، الانسان برضو بيطارد النحل المسالم علشان يثبت لنفسه امور وهمية. وعشان النحل ما يهجمش عليهم بيستخدموا اعشاب وحطب معين. الاعشاب والحطب ده بيعمل دخان اسود كثيف بيشتت النحل عشان يسرقوا عش النحل وياخدوا عسله، وبعد كده يبيعوا العسل ده $10,000. طيب انت متخيل 600 لتر من العسل ده سعره بيوصل لكام؟ مش هتقدر تتخيل، بس انا هقولك. 600 لتر من العسل ده سعره بيوصل لحوالي $300,000. وفي علماء قالوا واثبتوا ان النوع ده من العسل بيعالج حالات نادرة جدا، بس لو اخدت منه جرعة زيادة هتموت بأسوأ وابشع طريقة، لان العسل ده مستخرج من زهور برية. الزهور البرية دي بتسبب الوساوس والتشنجات المؤلمة، زي ما يكون في سكاكين بتقطع في جسمك. وتخيل بقى انك ما بتحسش بده كله، وتفضل فاكر انك بتحلم وان دي هلاوس، لحد جسمك بالكامل ما يتشل. وقتها بس بتبدأ تحس بكل حاجة، بس احساسك ده بيكون متأخر قوي، لان بعد كده بدقايق بيتوقف قلبك عن العمل. كل اللي حصل ده بيحصل بس في 15 دقيقة، من اول شعور بالنشوة والسعادة
لحد الهلوسة، لحد جسمك ما بتفقد الإحساس بيه، لحد قلبك ما بيقف. والموت بالطريقة البشعة دي بس بياخد 15 دقيقة. وبكده بيكون النحل أخد حقه من الإنسان بعد ما سرق العسل اللي قعد يعمله بشهور ويمكن سنين، واللي ربنا سبحانه وتعالى خلاه يبعد عن الإنسان ويبني بيوته بعيد جدا في منطقة صعب جدا الإنسان يوصل لها. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل رسالة للإنسان بيقول له إنه علشان يقدر ياخد العسل ده لازم ياخد بكمية قليلة جدا. بس البني آدم دايما بيخاطر وبيعذب نفسه ودايما طماع، وعلشان بس يجرب حاجات غريبة، وفي الآخر الكل بيستهزأ بيه وبيقولوا عليه شهيد العسل.